واحد بخيل بيقول لمراته اجيب لك ايه في هديه عيد جوازنا؟ اجيب لك فلوس ولا تاخد موبايل الجديد؟ فكرت شويه قالت ده بخيل، لو طلبت منه فلوس هيديني 2 جنيه. فقالت خلاص اديني موبايلك الجديد. قال لها اكتبي 012-35-07. عصفور غبي طار اتخبط في ازاز عربيه، أغمى عليه. صاحب العربية وقف وخده معاه البيت وحطه في قفص. صح العصفور لقى نفسه في قفص، سأل نفسه أنا في سجن؟ معقول؟ معقول الراجل مات؟ واحد بخيل مات ليه كاتب رسالة ما تغسلونيش أنا مستحم. واحد راح يخطب واحد عجبته، فراح لأهلها قالوا له البنت بس لسه بتدرس، فقال مش مشكلة برجع بعد ربع ساعة. واحد بلدياتنا دخل على ابن عمه اللي بيلعب طاولة مع الحمار، قال له بتلعب طاولة مع حمار؟ قال له اسكت يا راجل، ده أنا مغلوب لقيت دلوقتي 20 دور. واحدة غبية اتأخر جوزها عليها، قالت لأمها خايف يكون جوزي اتجوز عليا. ردت أمها قالت لها اتفقلي خير، يمكن عمل حادثة. واحد أجنبي بيسأل واحد بلدياتنا تعرف تعوم؟ قال له لا. قال له يبقى الكلب أحسن منك. بعدين سكت شوية صاحبنا وسأل الأجنبي، قال له أنت بتعرف تعوم؟ قال له آه بعرف أعوم. قال له يبقى مفيش فرق بينك وبين الكلب. واحد بيسأل صاحبه لو طلع عليك أسد وأنت بتصلي هتكمل صلاتك؟ قال له لو فضلت على وضوء هكمل. واحد غبي واقف قدام باب التلاجة عمال يفتح باب التلاجة شوية شوية ويقفل شوية شوية، شافه صاحبه قال له بتعمل ايه كده؟ قال له أموت وأعرف مين بيطفي النور من جوه. واحد ومراته أول مرة يركبوا طيارة، فقاعدين في الطيارة، فالراجل قال لمراته روحي هاتي لي أشرب، راحت جابت له مية وشرب، وبعد شوية قال لها روحي هاتي لي كمان أشرب، راحت ورجعت ما جابتش حاجة، قالت له أصل الزير اللي كنت بجيب لك منه لقيت واحد قاعد عليه. أربعة غبية خطفوا بنت وقفوا تاكسي، سواق التاكسي قال لهم التاكسي ما بياخدش غير أربعة، قام سابوا البيت وركبوا. حرامي دخل على شقة فيها راجل وعياله ومراته، فقال للراجل طلع الفلوس اللي معاك لقتل مراتك. فالراجل قعد يضحك يضحك فقتل مراته وقعد يضحك، فقال له طلع الفلوس اللي معاك هقتل ابنك. فالراجل قعد يضحك برضه لسه بيضحك، المهم انه خلص على العيلة كلها والراجل قعد يضحك. فقال له يا راجل انا عم قتلت عيالك ومراتك والعيلة كلها ومش عايز اطلع الفلوس اللي معاك. قال له اطلع من دول يا بتاع الكاميرا الخفية. طالب غبي خرج من الامتحان بعد 10 دقايق، سألوه ليه خرجت بدري من غير ما تحل؟ قال لهم أصل أبويا قال لي لازم تطلع الأول. واحدة جوزها غاب أسبوعين وما رجعش على البيت، راحت على القسم علشان تعمل محضر، وخدت ابنها الصغير معاها، فالظابط بيسألها أوصاف جوزك إيه يا ست؟ قالت له طويل وأشقر وشعره أصفر وعينيه خضرة. فالواد الصغير بيقول لها يا ماما مش كده، قالت له اسكت يا ولا خليهم يجيب لنا واحد أحسن. بيقول لك دكتور قلب طالع معاش وفي حفل تكريمه حط صورته جوه قلب كبير، واحد من القاعدين عمال يضحك يضحك وقعد يضحك، سألوه بتضحك ليه؟ قال لهم أصل أنا دكتور بواسير وطالع معاش بعد أسبوع. بقول لك ولد صغير راكب اتوبيس المدرسة وعمال بيغني ويقول إذا بابا حلو وماما حلوة أنا هطلع عسل، وإذا بابا ذكي وماما ذكية أنا هطلع ذكي. سواق الاتوبيس زهق منه قال له وإذا بابا